سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. اليوم كما تشوفوا فيديو ديال الرفيصه. الصراحه كنت باغا ندير رفيصه بالحمام، ولكن عييت نقلب عليه في المارشي وما لقيتوش البارح. مهم وانا نديرها بالكوكلي تقريبا قريب لي، وهذه الرفيصه هذه عراضه لصحاب بابا جاو عنده ودرتها لي. المهم حنا غادي نبداو مع بعضياتنا. دابا هنا عندي تقريبا شي كيلو ونص ديال الطحين الابيض. هاد الطحين هذا ما مغربل ما حتى شي حاجه، عادي كيف ما زيتو كيف ما حطيتو في القصعه، وغادي نبدا نخدم به. هنايا درت الملحه، الملحه كيف ما تتشوفوا تناخد العبار غير بيدي. وتقريبا هنايا زدت معلقه ونص ديال المساخن، مو حتى هي ما عبرش، ولكن انا قلت غير تقريبا كيف ما شفتوا. شوفوا المساخن فاش ديرهم في العجينه ديال في العجينه باش تخدموا بهم الرفيصه تجي واعره، تيطلق المذاق زوين. هنايا جمعت بالمدافي صافي، وتنبقى نجمع بيدي بحال هكا وتندلك مزيان. مو تقيد لك مزيان، كانت عندك العجانه ديري، لا ما كانش عندك العجانه تدلكي غير بيدك دغيا، حتى تبداي تسمعي العجينه ديالك تدير طرق طرق طرق، عرفيها صافي راه ناجحه. انا كيف ما تنقول لكم ديما راه عندي العجانه، ولكن ما تنستعملهاش بزاف في الفيديوهات ديالي، على قبل ما شي يكون شي عنده العجانه نقدر نستعملها. مثلا في رمضان اللي كان داك الضغط ديال الخدمه، تبغي ديري شحال من حاجه هي فين تنقدر نخدم بها. مهم هنايا صافي، دابا عندي العجينه خليتها تطلق واحد شويه. شوفوا كي ولات تجي العجينه كي مطلوقه، كيفاش يبان فيها هذاك المساخن ديالنا، تيجي صراحه تطلقوا البنه واعره، تتبان عليها ديال العجينه، ماشي غير ديال داك المسمن ديال الرفيصه غير بحال هكاك بيض محطوط، تيجي فيها نفس داك اللون. المهم تجي زوينه وصافي. دابا غادي نبقاو نجمعوا فيها كويرات صغيورين بحال هكا، ما غاديش يكونوا كبارين، غادي يكونوا صغيورين، باش فاش غادي نجيو نطلقوهم كاملين ونديرو وحده فوق وحده. نتوما كلكم عارفين كيفاش يطيب ديك ديال المسمن، انا غير وريت لكم الطريقه وريت لكم هاد الاضافه اللي تندير فيها. دابا صافي، ها نتوما شفتوا كيفاش الحجم ديال الكويرات، تنبقاو غاديين بهاد الطريقه هادي. دابا هنايا غادي نرجعو باش نخدمو الكوكلي. الكوكلي انا الصراحه كيف ما قلت لكم في الاول كنت بغيت ندير الحمام، وعرفتوا فاش ما لقيتش الحمام حسيت بواحد ما حملت ما عجبنيش ندير الرفيصه. الحق صافي عقلي تيقولي غادي ندير الرفيصه بالحمام، المهم ماشي مشكل غادي نخدموها بحال بحال. انا درت تقريبا جوج معالق ديال السمن. السمن اللي درتو ماشي سمن حايل، السمن اللي مازال ما حاش، يعني مازال المذاق ديالو يجي نشرملو به. درت معلقه كبيره ديال البزار، معلقه ونص ديال البزار، درت معلقه ونص ديال السكينجبير، درت الملحه، ودرت معلقه ونص ديال الخرقوم. ويلا نسي انا عندي الخرقوم الطبيعي تيطلق المذاق صفر، هو هذاك. لما كانش عندك زيدي الملون، وراني زدت هذاك حتى داك زعفران شعره، داك زعفران الحر زدته في الاخر فاش كان تيطيب. مهم دابا غادي نبقى ندير صغير الماء عادي، وغادي نخلط داكشي مع بعضياتو كيف ما تتشوفوا، مع السمن الملحه داك البزار سكينجبير داكشي بزري مزيان. لحقاش الرفيصه تتبغي داكشي ديالك يكون مبزر، ما تسويش داكشي يكون باسل باش يبان ديك التبزيره وتبان ديك السكينجبير والسمن فيها. ونسيت، وزدت عاوتاني معلقه ونص ديال داك راس الحانوت، ضروري ضروري راس الحانوت. المهم دابا غادي نبقاو نشرملو دوك الكوكلي ديالنا مزيان، وغادي تشدي هذاك الصدر ديالك وغادي دو اما تدخليه بموس ولا شي حاجه. المهم انا درت غير بصبعي بحال هكا ودخلت ديك الشرموله مزيان في الصدر. علاش الصدر هنايا تيتحل معايا دغيا وعاطيني الطعن، تنخدمو غير بيدي؟ لحقاش هاد الكوكلي هذا كنت غاسله وصفيت وشللته مزيان وحطيته بس في الفريغو. فاش يبات الدجاج ولا الكوكلي في الفريغو، فاش تجي لغدا تخرجيه وتيطلق عادي في الكوزينه ديالك، تيولي فتي بحال تيطيب في الفريغو. هادي ديما ديروا الدجاج ديالكم يطيب في الفريغو باش يطيب لكم فتي. المهم هانتوما تنشرمل داكشي مزيان، تندخل الشرموله من الجناب ومن كلشي حتى كلشي تيبان لكم صافي، دخلات فيه الشرموله غادي يجي واعر. هنا درت السا ديال الكوكلي كيف ما تتشوفوا، راه باغا نصاوب كيما شفتوا طبسيل كبير. ودابا راه زدت عليه ديك الشرموله اللي كانت بقات في القصعه اللي كنت دوزت عليها. دابا غادي نبداو نطيبو فيه، غادي نهزو البصله. هنا نيشان درت في البصله جوج كيلو ديال البصله، خدمت فيها هاد السا ديال الكوكلي ديالنا. دابا تندير غير شويه ديال البصله،
غادي نخدم بجوج كاميلات، ما بغيش ندير ربعه ديال الكوكليات ولا خمسه في كاميله وحده باش نعطي لهم مساحه فين يطيبوا، وحتى فاش نبغي نهزهم نتحكم فيهم. المهم دابا انا درت ثلاثه هنا وثلاثه هنا، غادي نهز ربطه ديال المعدنوس غادي نحطها، وغادي دابا غادي نزيد ديك المريقه ولا شنو ديك داكشي اللي بقى ليا من ديك العطريه غادي نعاود نخويها الفوق. غادي نهز الثومه، درت جوج ريوس ديال الثومه كاملين في درت جوج ريوس درت وحده ليه، وهنا غادي نهز الثومه غير مقشراها وغادي نحطها بحال هكا كيف ما تشوفوا. ودابا هنايا عندي تقريبا كاس ديال زيت البلديه قسمته على هذه وهذيك، وهنايا عندي تقريبا نص كاس ديال زيت الروميه قسمته على هذيك وهذيك، فهمتوا؟ زعما خلطت درت كونتيتي ديال زيت البلديه اكثر من زيت الروميه، وراه رفيسه تبغي زيت البلديه، هادشي علاش درنا فيها شويه كثيره كيف ما تشوفوها على قبل الروه. وداك الشيء دابا غادي نخلي الكوكلي ديالنا ولا الحمام ولا الدجاج اللي انت بغيتي يتشحر واحد شويه، ضروري هاد ليطاب ديال التشحيره ضروري منها. هنا غادي نزيدو حب رشاد كيف ما تشوفوا، هاد حب رشاد هذا راه تيطلق واحد البنه زوينه، وحتى هو راه مفيد بزاف، وحتى العيالات اللي تيكونوا تيرضعوا ولا شي حاجه راه زوين راه تيدير الحليب. مهم دابا غادي نبقى نروي هذا الشيء ديالنا، وغادي نزيد البصله كيف ما تشوفوا. دابا من بعد ما شحرناها ورويتها غادي نزيد البصله نيشه، الكونتيتي ديال البصله كامله غادي نزيدها دقه وحده، ماشي غادي نخلي حتى الكوكلي طيب ولا الدجاج عاد نهزو عاد نزيد البصله، لحقاش هذا راه ماشي الدجاج بالدغميره. دابا غادي نروي تقريبا حتى غادي يغطي شويه ولكن ماشي غادي يفيض. هنايا غادي ندير الحلبه، الحلبه مع الناس اللي غادي يجيو عندنا ما عرفتوش شكون لهم تياكلوا الحلبه ولا شي حاجه، غادي نديرها في كموسه كيف ما تشوفوا بحال هكا في صريره ولا شي حاجه، وغادي نعقدها مزيان، وعاد غادي نزيدها في الجنب تطلق لينا غير المذاق ديالها، وفي الاخر غادي نحيدها. وفاش غادي نجي نحط الطبله ديالي غادي نهز هذيك الكموسه وغادي نحلها نحطها في شي طبيصل ولا شي حاجه اللي بغى ياكل الحلبه راه تيهزها من الطبيصل وتزيدها قداو. هنا من بعد ما طابليه دازت تقريبا شي نص ساعه طابليه دقتها بان لي خاصها شويه الصبزيره، زدتها شويه الصبزيره وزدتها شويه ديال سكينجبير. وباش تعرفوا واش الدجاج ديالكم طاب ديما شوفوا بالفرشيطه من الفخد الا بالكم خرج الماء، عرفوا راه مازال خاصو الطياب داك الفخد داك الدجاج، لبالكم الفخد خرج الماء عرفوا مازال خاصو الطياب، لبالكم الفخد درخلتو في الفرشيطه وخرجتوها وما خرج لكم لا ما لا والو عرفوا صافي راه طاب هو هذاك. دابا غادي نبدا نخرج، وغادي نبدا نخرج بواحد الصفايه وصفيت من داك الماء وداك البصله خليتها تما. شوفوا كيفاش هذيك العطريه وديك الشرموله داخله مزيان داخله، عرفتوا الدجاج كيفاش جا واعر الكوكلي زعما. هذيك البرمه ديال قبيله زدتها في هذه البرمه دابا زعما درت خليط واحد باش نكملوا الطياب ديالنا. هنا عندنا العدس، العدس منقياه وفزكتو ها انتم كيفاش تشوفوا صافي راه تنفخ ليا، راه كندرت غير شويه وتنفخ. علاش تيفزك العدس؟ باش فاش نديروه يطيب ما يتفسخش، يبقى ديك القشره ديالو شاده فيه، الا زدتوه من الاول تيطيب وديك القشره ديالو بحال تتحيد عليه وما تيوليش داك المذاق داك المنظر زوين ديال الرفيسه. هنايا غادي نشد داك الكوكلي ديالنا ولا اللي انت بغيتي كيف ما قلت لكم من قبيله، غادي نبقى ندهنوا بالسمن. انا عندي السمن، هاد السمن هذا راه ماشي حايل، مازال ما حالش يعني مازال المذاق ديالو يقدر تقدري تدهني به، ولكن الا كان السمن حايل ما تدهنيش به نهائيا تطلق غير المروره. ولا ما كانش عندك السمن دابا غادي ديري غير الزبده وصافي غادي تدهني به. دابا غادي ندخلوا للفران، الفران يكون مدقدق سخون وغادي المهم يتحمر من الفوق ومن التحت، ما ديريش نهائيا في الفران يكون يلا غيسخان وغادي يدير، لحقاش حنا الكوكلي طايب حنا بغينا غير يتحمر، لكمل الطيب غادي الطيبه في الفران غادي تكنزز يعني تدخلي على الفران مدقدق. المهم ها انتم السمن ديالنا ها هو صافي واجد وقطعته بهذه الطريقه كيف ما تتشوفوا فيها. انا فاش نشوف داك الشيء ناجح صافي تنكون فرحانه. دابا هذا هو البلا اللي غادي نحطوه فيه، بلا كبير تبارك الله كيف ما تتشوفوا، نتوما تديروا قصعه ولا كيفاش ما بغيتوا. ودابا غادي نبقى نحط، ها نتوما تبعوا معايا الطريقه ديال الحطان بلا ما نهضر انا كل شو غتشوفوا قدامكم.
كي جاتك رفيصة راح ادور معايا شوكة زوينة حمرت لك وجهك وعندك شي فلوس شي حاجة جبت بعدا ولو ندور معاك حلو قدام الناس والله ندور معاك يلا ديها اجي ولكن ندور معاك ديما ولا دابا هادي رفيصة الراس دابا خصك راجل يزعك والله يعطيك الصحة لا سمحنا في ذوق الضيافة تحتاج يلا لا يستاهلوا تاهما يلا بسم الله قولي مام بعدا كي جات زوين زوين وصلنا سير نمشي عليك في الطريق سير نمشي عليك في الطريق ماشي نحل لك الباب بلاتي يلا سير يلا الله يعاونك واش صليت فيك ولا ما صليتش فيك؟ دابا بنتي يلا باي باي يلا باي شوفوا انا الناس تاعنا بابا قول هما مشاو صحاب داكشي رائع داكشي كيجا واه شنو عطيش عيط لي واحد صاحب بابا من الدرجه تيقول لي خديجه تقول اويا تصوصه دابا هو اللي فات ويقول شوف جيت تلبس عليه داكشي قال لي داكشي زوين تيعجبنا وهذا مفرجين فيك حنا مالين الدار ويقول شوف مسكين قلت له غير قول ويقول نزل لي دابا شي تفصيل قديم ليا وصاوبت واحد التفصيل زوين وكوجي حمرت لك وجهك صافي مشاو صحابو شربوا اتاي ماما حطات ماما اللي تكلفات باتاي ما قدرناش نصوروا داكشي لحقاش كانوا رجال ماما تكلفات باتاي وحطات لهم اللوز وداك التمر واش كاين ها قدموا دابا على هاد العراضه شوفوا انا غادي نخليكم دابا الفيديو ديالي هو هذا صراحه انا عشان بدات الفيديو ماما كي جا داكشي هضري هضري جد جات بزاف داكشي واعر وليت واعره عليك واعره عليك تصدق معاك لا والله غير خدي المشهد غادي نخليكم دابا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ويكون احسن من هذا وصافي المهم بغيت نقول لكم بلا انا غادي نقدر نغبر عليكم واحد الخمس ايام ولا المهم بحال هكاك الماكسيموم واقيلا شي خمس ايام ولا ست ايام عندنا واحد المناسبه وغادي ندوزوها ان شاء الله المهم وما غاديش نشاركها معاه هنايا في يوتيوب المهم يلا بالسلامه نتلاقاو ان شاء الله كما قلت لكم فيديو جديد باي باي سلام